وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله تعالى الذي هدانا لهذا أن يتم لنهتدي ليلى أن هدانا الله. هيا الأخوة الكرام الأحبة، في هذه الفترة نشعر بأن الله تعالى هدانا من قبله وأنعم علينا من كرمه وهدانا طريقا نسأله تعالى أن يثبتنا عليه على الحق دائما حتى نصل إلى مرضاته تعالى وإلى عفوه وكرمه وجنته. فيما مضى تكلمنا عن أمور هامة وكثيرة، وكان الكلام عبارة عن دراسة وصلت الآن إلى 161 محاضرة في مدى 4 سنوات. فأخذنا في المحاضرات العقيدة الإسلامية، ثم بدأنا في حركة الدعوة الإسلامية. وفي حركة الدعوة الإسلامية أخذنا أولا كيف نشأت الدعوة وكيف تكون الرعيل الأول وكيف خطط الله لهذه الدعوة وكيف رد النبي محمد صلى الله عليه وسلم تلامذة المدرسة المحمدية. ولذلك حوالي 35 محاضرة تقريبا، نأسف أننا لم نعرض عليكم من تسجيلاتها شيئا، ولم نعرض عليكم الموضوع في رسالة من رسالات المسجد إلى الآن على خطورة وأهمية هذا الموضوع وعلى عدم وجود أي كتاب على الإطلاق في هذا الموضوع. وأرجو لو أن أحدا منكم أو من غيركم عرف كتابا في نشأة الدعوة الإسلامية وأساليب التكوين والتربية والتخصيص على طريقة الفترات وميزة كل فترة كما حدث ذلك في المحاضرات، أن يخبرنا عن هذا الكتاب، فنحن في أشد الحاجة إليه على الأقل ليعرض مؤقتا ولنشتريه كلنا. أرجو إن كان أحد يعرف كتابا في ذلك أن يخبرنا به. فهذه السنة تكلمنا عن حركة الدعوة في مكة، انتقلنا في السنة الثانية إلى المدينة، فتكلمنا عن الدولة التي نشأت بالمدينة وعن الأصول التي قامت عليها هذه الدولة. فقلنا إن الدولة شعبها ربي الأكثرية منه ربيت وكونت بمكة، وهؤلاء السابقون الأولون من المهاجرين، ثم استثمرت التربية مع الأنصار بالمدينة
وكان يبقى العقيدة موضوع انتهينا منه لأننا تكلمنا عنه في مكة، فكنا محتاجين أن نتكلم عن موضوع آخر من أسس تكوين الدولة بالمدينة. فتكلمنا عن الجانب الاجتماعي، وفي الكلام عن الجانب الاجتماعي استخلصنا لكم جزءا منه وهي المرأة والأسرة المسلمة. في السنة الثانية تكلمنا في حركة الدعوة الإسلامية عن الجانب الحربي أو العسكري، وأخذ سنة بأكملها في حوالي 33 محاضرة استخلصنا لكم منها الغزوات فقط وهي بين أيديكم في أسرتها. ثم تكلمنا في هذه السنة من بدايتها عن الجانب السياسي، وكان لابد من الكلام في هذا الجانب خصوصا وأن المتفككين والمترددين والضعفاء يغيب عنهم دائما الاسلوب الحكيم والطريقة المثلى التي لم يجد العالم بمثلها لأمة من الأمم على يد أناس من غير الأنبياء، لم يجد بمثلها إلا من خلفاء الراشدين ولهذه الأمة الإسلامية فقط. إن بني إسرائيل كان إذا مات نبي خلفه نبي آخر، فكانت تخلف الأنبياء أنبياء. أما هذه الأمة فالله جعل علماءها وحكامها العادلين المتقين المخلصين يقومون مقام أنبياء بني إسرائيل. هذا لأن الله ائتمنهم على دين وائتمنهم على خلق، ومعهم الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كان الكلام خطيرا، وظن البعض قالها اننا لم نستطيع ان نقول الحق في هذا الموضوع، انه سائق وانه حساس وانه لكن الذي حدث ان الموضوع ذكر بصراحة ودرس بدقة حسب الظروف التي نعيشها، لاني انت يعني ما في داعي للتوسع الكبير في امور الحكم باكثر مما تكلمنا. فتكلمنا عن الاصول التي قام عليها الحكم الاسلامي، وتكلمنا عن مزايا الحكم بما انزل الله، وتكلمنا عن الخلافة والملك والإمارة، وتكلمنا عن الحكم الإسلامي وكيف يكون، وعن العدالة في القرآن وفي السنة وفي الحكم بما أنزل الله، لأنها عدالة مطلقة لا تفرق بين مسلم وغير مسلم ولا بين لون ولون أو جنس وجنس. هذا كله ربما قد نسيتموه أو انسيتموه، ولكنه مسجل في أسرطة، وأرجو من لجنة الأسرطة أن تعرض هذا الموضوع كله عليكم
فهو هان واظن ما اعرف في 17 او 18 محاضرة الى الان يعني في اسرته جاهزة. الموضوع الجديد موضوع المال. وموضوع المال في الاسلام ربما يحتاج مني الى صوت طويل. قد يحتاج باقي سنتنا والسنة القادمة كلها الاسم يشاء الله ذلك. لماذا؟ لاننا اذا نظرنا الى المال فاننا لابد ان نعرف رأي القرآن في المال وبالتالي رأي الرسول صلى الله عليه وسلم في المال. ثم المال في اوضاع متعددة حين يكون المال ضرورة له حسن وله نظرة، وحين يكون المال زيادة عن الضرورة له حسن وله نظرة، وحين يكون المال زينة وتركة له حسن وله نظرة. ثم لابد من النظرة الاجتماعية لأثر المال، يعني أثر المال من الناحية الاجتماعية وأثر المال من الناحية النفسية وأثر المال من الناحية الخلقية والدينية. لابد من معرفة ذلك ثم نعرف فنعرف متى يكون المال مقربا الى الله ومتى يكون المال مبعدا عن الله. ثم نحتاج الى معرفة كل مصادر المال، المصادر التي يصل منها المال الينا. فهنتكلم عن البيع، عن السرة، عن التجارة، عن الصناعة، عن الزراعة، عن المواريث، عن الهبة، عن الهدايا، عن السطعة، عن الغنائم، عن الفيء. ثم نعرف الحرام والحلال في ذلك كله وما الذي يجب ان نمتنع عن اخذه وما الذي يجوز لنا اخذه في تجارتنا وغيرها. ثم حين يحصل المال يصير تحت امرتنا وفي ملكنا، ما الذي يجب علينا ان نفعله في المال وما الذي يحرم علينا ان نفعله؟ في مستوار كبير. ثم المال والربا، المال والتأمينات، المال والكمسيونات، المال والعربون، المال وشركات التأمين، المال والأسهم والسندات. هذه مواطن كلها لابد من الكلام فيها اذا اردنا ان نستوعب الموضوع. وما من احد منا الا وهو غارق من قدمه الى رأسه في امر المال هذا، سواء اتانا فقيرا ام متوسط الحال ام غنيا، فان الفقير مسجون بالمال والمتوسط له امر بالنسبة للمال يحتاج الى معرفة، والمترف والغني له امور كثيرة. المرأة لا بد ان تعرف شؤون المال، والفتاة والشاب والرجل الموظف والتاجر وصاحب الشركة كلنا في احتياج الى المعرفة، لان الموضوع واسع يمس كل جزئية في حياتنا. احنا دلوقتي جالسين على اجسامنا ملابس دماغ، بننسي في ارجلنا نعال دماغ،
بنركب السيارة بمال، بناكل بمال، بنشرب بمال، الكهرباء بمال، الشوارع دلوقتي صارت بالمال، كل شيء صار بالمال، الكلام بالمال، علشان تتكلم في التليفون أو ترسل برقية صار بالمال، الكتب بالمال، التفكير صار بالمال، يعني كل شيء بيتدخل فيه المال. معنى هذا أن موضوع المال موضوع خطير. طيب، هل القرآن نظر إلى المال وخطورته بالقدر الذي تكلمنا نحن عنه الآن؟ أم القرآن نظر إلى المال باحتقار وبالذراع وألهانا عنه وزهدنا فيه؟ وإحنا ياما ورثنا، كنا نسمع أن واحد يجيب سيرة الفلوس أو سيرة الجنانير أو السعي، يقول يا راجل يا راجل توكل على الله، بس توكل على الله تبهم الناس، قال إذا كان ربنا عايز يرزقك وكتب لك الرزق هيجيلك الرزق الحدث، يلا يلا على فين؟ على المسجد. نعمل ايه؟ احنا نعبد ربنا وناس ونقرا قران وحديث، طب بعدين؟ قال وبعدين تبقى تشترك، ده الاولاد ما عندهمش اكل في البيت ولا معهم فلوس وداخل السكه ومن يشوف فلوس وعايزين يتكسوا، بس تبهر ربنا ويسيبه ويضره. وبعدين جات النتيجه، واحد زي الصورة للحالة دي، واحد معروف عند مجلس الزكاة زي يقولي يلا الحقوني، يقولي ايه جرى ايه؟ قال لي يا سيدي انا كنت بشتغل وبكتب مراتب زي عندي زوجة واولاد في بلدي وبرسم لهم من المرتب والمعاشات. وبعدين قالوا بعدين جن جماعة برئيس فلقتوني وصرت اخرج واترك العمل، قالوا رايح فين؟ قال رايح ابلغ دين الله وحقزوني التبليغ، لكن ببلغ انت قيام العمل. فصرت اغيب مرة اثنين ثلاثة اربعة فسلامي، قالوا ولا يهمك الرزاق موجود. دخلت معاهم بدأت اكلوني كم يوم والاكل يوسف اي حاجة متعبة. وبعدين قالوا لا، ما هو لابد كمان علشان تاكل جون تعتمد على نفسك. فقال لهم طيب كيف اعتمد من تطلعتوني من السجن؟ قالوا بس ابحث واتكل على الله، راح اشتريت لك كرتون. قعد يقترب ويقترب لغاية لما جاني كان حديثه عليه اكثر من 200 دينار. السنة كان مطروح للجماعة الدرويش بقى يتكلموا في دولة المبلغ، يعني انت عليك الصرف واحنا علينا السبب، ما يصير هذا الكلام؟ اما انا خلاص كده بعد كده لا تقولوا لي بلغ ولا تقولوا لي انا خلاص صرفت كل الناس بالبدل ده. قلت له لا، هو مش نص بس، هو بيعتبر تفاهة، عدم فهم للإسلام. هم لم يفهموك أن السعي على الرزق عبادة وجهاد في سبيل الله، وأن إطعام أبنائك عبادة، وأن إعفاف زوجتك عبادة، وأن برك بأبيك وأمك وأن تنفق عليهم عبادة. أنت انتهمت من عبادة تمتمة في المسجد ولم تعرفوا اكثر من ذلك، وكثيرا ما يبني الجهل على اصحابه. اذا ماذا يقول القران؟ يقول تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. يعني ايه؟ يعني الأموال التي بأيديكم من يتامى، إذا كنتم أوفياء على يتامى، الأموال التي بأيديكم
لا تسلموها من يقين اذا كان ناقص العقل بعد البلوغ ولا يستطيع التصرف الحكيم في ماله. لان الاموال عليها تقوم حياتكم يبقى الاموال من قيام بالحياة التي جعل الله لكم قيام. يبقى صارت الاموال هنا ضرورة من ضرورات الحياة. والدليل على اهتمام الاسلام بحفظ المال ان الله تعالى قال ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. يعني اذا كان عندك مال فلا تبخل بما يجب عليك، واذا انفقت فلا تبذر في الانفاق تبذير الاحمر، فتنفق كل مالك وتعود الى اهلك بغير مال فيطالبونك بالاكل بالطعام وبالشراب وبالكساء فتتحسر على فقرك وذلك وضياع اولادك فتقعد ملوما محصورا. يعني يلومك الناس وانت خسير حزين في بيتك موضوع في وضع مثله وضع السبيل الذي لا يستطيع فكاك، لان الفقر مثله وانت اضعت نفسك. وفرق بين ان تكون فقيرا لانك لا تجد وبين ان تفقر نفسك وانت تجد. يبقى هذا حمق. ولذلك ربنا اعتبر الذين يضيعون المال باسراف ويضيعون من وراء ذلك انفسهم واولادهم ومن يعينهم اعتبرهم سفهاء، وقال ولا تؤتي السفهاء اموالكم. ولذلك قال السفهاء اخذا من هذه الايه ان الذي ينفق ماله بحمق ويسرف بغير عقل يجب على الحاكم ان يحضر عليه فيمنعه من التصرف في ماله ويصل امره الى وصي يتصرف عنه. من راجل كبير وبعقل قال لانه يضيع نفسه بضياع ماله ويضيع اهله وولده ومن يعينه. اذا هذا جانب خطير. هذا يدل كما قلت على سنان الاسلام. تجد الرسول عليه الصلاه والسلام ياتيه رجل وهو يدعو الى الانفاق في سبيل الله، فياتيه رجل معه بيضة من ذهب فيضعها فيقول له ماذا تركت لاهلك؟ فيقول ما تركت لهم شيئا، فيمسك بها ويضربه بها حتى كادت تطفأ عينه. وقال له وهو مغضب يأتي احدكم بكل ماله فيتصدق به ثم يذهب فيتشتت الناس، يعني يذهب فيمد كفه ويسأل الناس
ويقول اعطوني، يعني وضع نفسه في المذلة والهوان، فحرم ذلك على مثل هذا القتال. فقالني اما ابو بكر له ان تقتل مالك؟ فالجواب ان ابا بكر انفق وهو كسيب، فيصبح الصبح يروح السوق ويجيب الباب مفتوح والدولة امرها واسعة، مش هيطلع يلف على الشركات ويقول لهم الدين. الراجل عارف انه بيروح يقول له اعطيني الخز وياخذ الخز معاه، ياخذ الاكنيسة ويضعها على كتفه ويذهب الى السوق وخمسة دراهم ثلاثة دراهم بيفعلوا كل الاولاد في الوقت ده. اما الان حصل هو فقط انفق رزق يوم بيوم، والمجال مجال السعي مفتوح، وابو بكر قوي الايمان، مع هذا قوي الايمان، ودولة الاسلام لن تتركه لو لم يجد ما ينفقه. يبقى في وحيد نتكلم على كل هذا، يبقى الاسلام نظر الى المال هذه النظرة. هذه النظرة ان المال عصر الحياة واساسها يستدين لنا من القرآن ان المال هون فما هو قوام الحياة فهو قوام الدين وقوام عزة الأمة وكرامتها. والمال مع النفس أخوان مطلوبان في كل شؤون الحياة. إذا أردنا أن نبني أمة أو أن نبني حضارة، الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ نعم يا رب. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. أدلكم على تجارة تنجيكم؟ نعم. قال التجارة التي تنجي إيمان صادق وجهاد في سبيل الله بالمال، وقدم المال على النفس بالمال وبالنفس. وقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله اشترى من المؤمنين، يعني يأخذ منهم أنفسهم حين يقاتلون في سبيل الله، ويأخذ منهم أموالهم حين ينفقونها في سبيل الله. فيا أمتانة الجهاد الساخن، يعني في الجهاد بالحديد والنار، أو في الجهاد بالكلمة والكتاب، أو في الجهاد بالشريط، أو في الجهاد بالإنفاق على الفقراء وتأليف قلوبهم، أو في الجهاد بالسعي في الأرض من أجل الدعوة إلى دين الله، أو في الجهاد بإطعام ناس معينين ولو أغنياء لكي تؤلفهم وتدعوهم الى الله، هذا كله جهاد في سبيل الله. فاذا انفقت المال من اجل ذلك فانت تعطي مالا وتاخذ الجنه بهذا المال. والله تعالى يشتري منك ويبيعك ويعتب عليك لكسبان، لان حجر واحد في الجنه يساوي كل ما في الدنيا، والحجر الواحد حجر من ذهب وحجر من فضة، والغرفة الواحدة في القصر طولها ارتفاعها كما بين السماء والأرض،
وطولها وعرضها الى اخر مد البصر. والغرفة الواحدة فيها 70 سريرا، كل سرير من ذهب، وعلى كل سرير 70 زوجة، ما بين الزوجة والزوجة الى اخر مد البصر. تنظر هذه الاسرة المسللة بالجواهر والياقوت، وانظر الابنية المادية من ذهب، وانظر ماذا دفعت وماذا اخذت. اذا فانت تسجون 100% ولا 1000% ولا 1,000,000%، لا، المسألة اكبر واكبر. وعلى هذا ندرك اذا كان المال عقد الجهاد، اذا كان المال كان مع النفس بهما يقوم الدين، كما جاء في القرآن وفي الآيتين المذكورتين وفي آيات كثيرة غيرهما لم ينصر في الأمثال والتالدة، كنت سمعت من هذا الكثير. إذن بالمال نربي أبناءنا، بالمال نبني بيوتنا، بالمال نبني حضارتنا، بالمال نبني مكانعنا، بالمال نبني أمتنا وجلوسنا، بالمال نقيم كل ما نحتاج إليه، وبدون مال تميل علينا الدنيا كلها ونصبحنا أذلة. ولذلك الإسلام في هذا الجانب يحرم على رجل عنده أرض يزرعها ولا يزرعها ويتركها منك أن يترك الأرض كذلك ولا يعطيها لغيره، ويأمر الحاكم أن يأخذ الأرض منه ليسلمها إلى من يزرعها. وكذلك يقاس على ذلك مصنع لا يعمل أو شركة وقف أمرها بالنسبة للذين يعملون فيها، وأصبحت تكثر حوضوع المال لأنها مليانة حرامية. أو جماعة سكرانين وعرضدين يبقى ما ينفعوش. إذن الحاكم يتدخل من أجل الحرص على المال، والأمة بغير المال لا تفلح. طيب فهل في نسوة ثانية للمال؟ الجانب المال بقت النسوة دي لأن أساس جعل الشعراء يتكلموا عن قيمة المال، فقالت قيمة الإنسان في الدنيا بماله، فإن كان الإنسان ذا مال مال الناس إليه، وإن حرم الإنسان المال مال الناس عنه وبعده. كلمات أبيات شعرية عجبتني، أنا عرفت أني جبت الورقة ولا نسيتها، جبتها، فأنا حافظ بعدها وجبت بعدها، لكن جميلة عشان تبين نظرة الشعراء، شعراء الإسلام إلى المال. بيقول إيه؟ إن الدراهم في الأماكن كلها تسقي الرجال مهابة وجمالا، فهي اللسان لمن أراد فصاحة، وهي السلاح لمن أراد قتالا. طب زين، أنت سايق، بس دي الفضيحة تنفعنا فيما بعد لما نيجي نتريق على الأغنياء. ما إذا كان في حد أغاني ونعرف إن كلكم فقراء زي حالاتي، لأن المساجد ما بيجيها في الغالب إلا الفقراء، وإن جاءوها أغنياء فهم الأغنياء الكافرون والحمد لله. الثاني بيقول، اسمع كلامه، إن الغني إذا تكلم بالخطأ، إذا أخطأ يعني،
قالوا أصبت وصدقوا ما قال. الموزانية إذا تكلم بالقطع قالوا أصبت، يمكن واحد يحمد بالله العظيم السلام ده صحيح. أيوة يا شيخ، ما فيه تعرف أنت رجل حكيم، ما فيه إلا كده بس. هو عارف إن غلطان ولما يطلع يقول تعمل إيه بقى؟ ما هو إن كان غلطان فيخرب بيتك وما يديش حاجة. سموه على تواضع بعض. إن الغني إذا تكلم بالخطأ قالوا أصبت وصدقوا ما قال. وإذا الفقير أصاب قالوا كلهم أصبت يا هذا وقلت ضلالة. في قال لك ان كلامك ده صح؟ ليه؟ او كذلك دلوقتي الموظف عند المدير بتاعه، اذا الموظف اتكلم كلام محدش يسمعه وهو على حق، واذا المدير اتكلم كلام وهو على باطل يقول ايوه مظبوط مظبوط. ليه؟ لان كلام المدير مدير الكلام، وكلام الموظف المسكين ده يبقى كلام موظف آخر يعني خاضع ويقبل أو لا يقبل. إذا ممكن يقولوا كلام الملك ملك الكلام، يعني هم عايزين يقولوا إيه؟ إنه أفعال جدا. لكن الحكاية مش كده، إن كلام الملك بيسمع من كان كان حقا أم باطلا، زورا وبهتانا أم صدقا وحقا. يعني نفس الشاعر الثالث بيقول ما تتحفوش عليه في التربة، ينسي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغمى قدوره أبواده، وتراه مبغوضا وليس بمغرض، ويرى العداوة لا يرى أسبابها. ليش معدوين ليه؟ هو عمل ايه؟ ما عملت حاجة اصلك ايه؟ حتى الكلاب اذا رأت ذاكرة وان رأت غنيا خضعت لديه وحركت اجنادها، لان حيضاعف اطلاقنا. واذا رأت يوما كثيرا ماسيا مدحت عليه وكسرت انيابها. يعني حتى فلان المسيح الغني تبسمس ويتحرك اجنبها، ليه؟ حيرميها ولا عظمه. اما الفقير حتى العظم ما حسيش عظمه، فلما تشوف الكلاب تنده عليه تكسر امه اللي ما حاولتش تصير. يعني التاني واحد تاني برضه لا بيقول وكل مكل، يعني قليل المال حين يذهب مكابته الى كل من يلقى من الناس مذهبا. القانون المال اذا ذهب ليطلب حاجه يبقى مذهب عند كل الناس يقف. وكانت بني عمي تعبدون، وكانت بني عمي يقولون مرحبا كلما قابلتهم، فأعدلون مات مرحبا. كانت بني عمي يقولون مرحبا فلما رأوني معدلا مات مرحبا. كلمة مرحب ماتت بقطعت مروح يقول وعليكم السلام عايز ايه؟ على كل كده انا عايز كده. لا نحن الصديق. يبقى اذا الموت في فكرة الانسان ضرور، والمال في نظرة القرآن ضرور، والحرص على المال ضرور، والمبذرون اخوان الشياطين. ولذلك لأن قيمة المال مقدسة تجد الحديث جمع الاصول التي تقاتل انت دونها تقاتل، ولو قتلت وانت تقاتل عنها فانت شهيد.
عشان نعرف كمس. فالحديث من قتل دون ماله فهو شهيد. يعني من قتل وهو يدافع عن ماله فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيد. قتل وهو يدافع عن نفسه فهو شهيد. ومن قتل دون اهله يعني وهو يدافع عن اهله فهو شهيد. ومن قتل دون دينه وهو يدافع عن دينه فهو شهيد. الحديث صحيح. اذا الحديث اللي انا فهمت بيه اخواني اللي كانوا بسلمين وضيعين وطيبين لما تحصل حرب ضد اليهود وان يطلع جماعه بسلمين وضالين فعلا يقولون لا الحرب دي ليست في سبيل الله فلا مقاتل. ليه؟ قال لان الحرب دي حرب ليست لاعلاء كلمه الله. يبقى احنا المقتول فيها ليس شهيدا. ونحن يا اخوة نؤتى من الجهل اكثر مما نؤتى من اعدائنا. يعني الجهل يصيبنا بمصائب كثيرة اكثر من المصائب التي تأتينا من اعدائنا. لان الاحاديث بينت ان الشهادة ليست متوقفة على الجهاد لإعلاء كلمة الله. بل الرسول عليه الصلاة والسلام قال معنى الحديث لو توقفت الشهادة على الجهاد لإعلاء كلمة الله والقتل فيه لكان شهداء أمتي قليلين. قالوا فمن الشهداء؟ قال المبتون شهيد. يعني من مات بوضع بطنه فهو شهيد. والغريق شهيد. والحريق شهيد. ومن مات تحت الهدم فهو شهيد. والمرأة تموت بسبب طفلها في بطنها فهي شهيدة. وكذلك كل مصاب كما قال العلماء بمرض من هذا فهو شهيد. ومن قتل دون مال فهو شهيد. دون اهل شهيد. دون عرضه شهيد. دون دينه شهيد. دون نفسه شهيد. يبقى ولذلك واحد كان الرسول عليه الصلاه والسلام ارايت يا رسول الله عشان نعرف قيمه المال برضه ان اراد انسان اخذ مال قال فلا تعطيه. قال فان قاتلني قال فقاتل. قال فإن قتلني قال فأنت شهيد. قال فإن قتلت قال فهو في النار. والحديث صحيح. ده بيعرفنا بقى قيمة المال على طول في الزهد في المال ورفض المال ورفض المال ونفض المال وجرد المال. طبعا انا لما اتكلم الكلام يجب لك كل الاحاديث الخاصه بهذا الموضوع. وطبعا احنا بنفهمها غلط. وانا يعني في دراساتنا لهذا الموضوع كل اللي هحاول ان احنا الغلط نصححه. انا قلت ان احنا فاهمين غلط كتير كتير عن الاسلام. والسبب ان الاسلام يلقى وعدا ولا يلقى درسا وفهما. والوعظ سوء التدريس الواعي الناضج الباحث في الارض. على هذا نعرفنا قيمة المال في الاسلام. طيب لكن ضفنا في ناحية ثانية في القرآن ايه هي؟ المال ده لقيامه بالحياة؟ قالك لا. والمال لزينة الحياة. وهل الزينة امر مكتوب؟ ايوه مكتوب. الزينة امر مكتوب ايوه. يعني ربنا يعطينا المال لنتزين به
نعم لتتزين به. طب واذا لم اتزين به تبقى كافر بنعمة الله. ايه الكلام برضه جديد عليهم؟ قال لك لا، عرفنا الهدف الاول ان النوم عصب الحياة وقوامه، وهو اساس كل بناء في الحياة، بناء الانسان وبناء الامة وبناء الحضارة وبناء الجيش وبناء المكان، كل شيء. ومن هذه النقطة المال يأخذ فترة، اما لما بتكلم عن طريقة انفاق المال وطريقة كسب المال هيبقى كلامنا على ضرورة المال للحياة. يبقى العنصر ده خليكوا تسرينه. يعني احسنتوا ده مثال ان كل اللي اتقالت مثل، كل اللي اتقالت مثل، لا عموما كل الذي زيني جبتها منين يا تنزيل اللي تسمع بقى. الله تعالى قال زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. زينا للناس حب الشهوات، كلمة زينة زينة الحب، حب الشهوات، شهوة النساء وشهوة المال وشهوة اقتناء الأنعام والخيول. هل هذه غريزة فينا؟ هل كل زينة حب الشهوات غريزة ام هي عادة منكم ان احنا نستغنى عنها؟ لا، حب الشهوات غريزة، وتزيين هذا الحب شيء وراء الغريزة. ازاي بقى الكلام ده؟ هو ما قالش زينا للناس الشهوات، لو قال زينا للناس الشهوات كنا نقول الشهوات زينة، لكن قال الذي زين حب الشهوات. يعني ايه؟ يعني ان الناس يحبون المال ويشتهون، ويحبون النساء ويشتهون النساء، ويحبون الخيول والانعام ويستهونها، وهذا الحب مزين لهم. اللي بيزينوا مين؟ الجو المحيط بهم. طيب انت يا رب بتكره الزينة دي ولا عايزها من خطوة تانية؟ نجد قبل ما يجيب الحكم نجد ان الله تعالى يقول والخيل والجغال والحمير لتركبوها وزينة، يعني خلق لكم الخيل والجغال والحمير ليه؟ قال من اجل ركوبها ولتكون زينة لكم. يبقى انت اللي عملتها زينة اهو. ايوه انا عملتها زينة. طيب وقال في نفس الصورة بالنسبة للانعام ولكن فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، ولكن فيها جمال في الانعام جمال حين تريحون وانتم رايحين بها وانتم بتسرحوها، يعني فيها بنات انتم تتزينوا بها، انتم امام الناس بتسرحوا بها. زين، ف
طيب اذا انت عملت من الامور اخلصت لنا النساء والبنين والاموال كل هذا نهبه وهزيمة لنا. طب انت محرم الزينة؟ لا. مين حرمه؟ كل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والسيدات من الرزق. كل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا يتمتعون بها اصالة وزينة خالصة يوم القيامة. يوم القيامة كل النعيم سيكون خالصا للمؤمنين ويحرم منه الكافرون. اما في الدنيا فالكافرون يتمتعون على حساب المؤمنين. يعني ايه؟ يعني الجماعة الفسقة والمنافقون والارديديون والسفورون والمدانين في العالم والسوئيون واليهود والنصارى والذين يحاربون الدين ويدعون انهم مسلمين والذين يجلسون على الكراسي وهم يحاربون الاسلام وقد ينتبون اليه هؤلاء يعيشون على حساب المؤمنين السابقين. ولولا المؤمنون السابقون لعبث الله الجميع وجعلهم مثالا وعبرة. ليه؟ الاقوياء كذا. ان الله تعالى لا يبقي العالم الا بسبب وجود مؤمن فيه تصديقا لقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وجاء في الحديث لا تقوم الساعة وعلى وجه الارض من يقول الله الله. اذا هؤلاء المؤمنين الضعاف المساكين الفقراء على حسابهم يعيشوا يتمتع الكبار الزعماء والبلطجية المتسفعين وتفاهات العالم كلها بتعيش. طب ربنا ليه عمل كده؟ قال لأن الدنيا إنما يطعمهم الدنيا والدنيا لا قيمة لها عند الله كما جاء في الحديث الصحيح لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. عرفنا الحتة دي؟ ويبقى عندك صحة الدنيا وبعدين الصلاة. يمكن كلكم فتر بذلك هذا السؤال وهو لماذا خصف الله بقارون في الارض وكان غني وذكر بذنوه؟ لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما ينفق كل ما عنده ويبيت طاويا بطنا جائعا ليالي عديدة؟ لماذا انا اجيب اجابة سريعة النهاردة لكن الاجابة الطويلة اللي مبنية على الادلة والفهم كل جاي مفهمة. الاجابة السريعة ان المال في عمومه مطلوب من اجل الامة رقيها سعادتها كفايتها حتى تعتز بين الامم
ويصد جانبه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأتيه المال الوثيق. ماذا كان يعمل؟ كان يأخذ المال فيعطيه للفقراء والمساكين. كان بيوزع. فالمال وجود المال وعطم المال ضروري. وهو كما قلت اساس وزينة. والاساس واجب الحرص عليه. وواجب ان احنا نسعى من قبله. المال الاساسي يجب ان احنا نسعى. ولذلك من قعد عن طلب الرزق وهو يستطيع وسأل الناس فقد ارتكب ذنبا وعاش في حرام. واجب العملية دي لان ما عندها امر اخر يشغله. اما اذا كان في امر اخر يشغله عن التكسب كطلب علم او غيره بعد حاجة تانية. فاذا الرسول عليه الصلاة والسلام اخذ المال ثم اعطى المال اعطاه من قمة. قارون وامثاله اخذ المال ومنع المال وبصر بالمال فمنعه عمن يستحقون وتكبر به على الناس. من اجل ذلك اهلكه الله وعاقبه. يبقى احنا هنبتدي ناخد بالنا شويه ارضي وارضي برضي انا نبيه احنا نفس استمرار عندنا استعداد ان الاسرطة الطين فاستينا كلنا وما عندنا استعداد ان احنا نكتب النهاردة كتاب في هذا الموضوع وهي لابد يتعطي كتاب ان شاء الله. لكن ارجو يستطيع يجيب معاه كراسة ويكتب ملخص خفيف يبقى يعمل كده. ارجوكم علشان الموضوع صعب وخطير وهام والمعاني اللي فيه عايزين كلنا نستوعبها علشان ما يتحطش علينا الولاد الطوعيين. وهي نظرية المال هي الأساسية وعلى أساسها تقوم الأمة. وانتوا بتلغوا الكلام ده يعني معناها عايزين أمة من المتسولين والسحاتين والبلطجية والقتالة إلى آخره. كل ده لابد نرد عليه إن شاء الله. أما الأسئلة واحد بيسأل بيقول حضرنا في بيت وكان فيه مجلس الفتحة وعندما قام وقت الصلاة صلاة العشاء قام شخص من بين الجالسين أقام الصلاة في البيت علما بأن المسجد قريب من البيت جدا. وثانيا هل يجوز التلفظ بالنية وقت الصلاة؟ ثالثا هل صحيح الإمام علي بن أبي طالب أراد الزواج من امرأة أخرى ويرتعتمها على سن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك؟ الأجوبة أولا كان المسجد جنب البيت واحنا بنقرأ فتحة ولا بنقرأ سورة ولا نصلي يبقى حرام علينا ما دمنا نستطيع الخروج وليس لنا عذر لأن ما في ما يمنع من ذهابنا للمسجد المجاور لنا. ثانيا التلفظ بالنية ليس مطلوبا. النية محلها القلب. النية محلها القلب. والتلفظ بالنية بدعة. والفقهاء المتأخرين هم اللي قالوا يتلفظ بالنية الإنسان العام لأنه لا يعرف كيف يصلي إلا بالتلفظ. فنقول لهم إذا كان ربنا ارتضى منه ان بنيته بالصحة الثلاث على قدر نيته هو التلفظ هيجاوبه ايه؟ يبقى المسألة ما في داعي للعمل بالبدعة واحنا معنا السنة. ثانيا سيدنا علي بن ابي طالب فعلا اراد ان يتزوج بنت ابي لهب. فالرسول عليه الصلاة والسلام وقف على المنبر وده موجود في الاشرطة اشرطة اعلام الصحابة وقف على المنبر وقال ان ابن ابي طالب اراد ان يتزوج ابنة ابي لهب فان اراد ذلك فعليه ان يطلق ابنته. وانت
لكن تلك استدل الفقهاء من ذلك على ان الزوجة التي لا ترضى وتطالب بالطلاق من جدها اذا تزوج معها هي لا حق الطلاق. واي زوجة لا حق الطلاق لا حق انها تطالب بالطلاق اذا عرفت انها لا تستطيع ان تعيش مع المرأة الاخرى. لا الحق في المطالبة. فان ابتاها زوجها في رغم انتها تعذيبا لها ومؤذن فالمسألة كلها بنفس السيارة. هل يجوز للمرأة ان يكون الطلاق بابنها؟ بعد الفقهاء قال يجوز ان المرأة يكون الطلاق بابنها. يعني ايه؟ يعني جدها يقول لها عصمتك بيدك او الطلاق بيدك ان كنت طلقت نفسك. وبيذكر في هذا قصة ان سيدنا الحسين او الحسن كان عندهم امرأة عاشرته 20 سنة. وفي يوم من الايام قالت له لما لا تكلمني اجعل عصمتي بيدي. فقال لها عصمتك بيدك ان كنت تطلقت نفسك. فسكتت ولم تطلق. انتظر يوم واثنين وثلاثة لم تطلق نفسها. فقال لها لما لم تطلقي نفسك؟ فقالت له كانت عصمتي بيدك انت 20 سنة فلم تطلقي. حتى اذا كانت عصمتي بيدي يوما او يومين تطلق نفسي هذا ما لا يكون. فرد عصمتك اليك. او رددت عصمتك اليك فلا تخذها وانتحر بعدها. هل صحيح ان يقول ربنا لك الحمد وزيادة عليها والسكر بدعة اي بدعة ومكروهة ومكروهة تراث جديدة. ما فيش حاجة اسمها في الرفع من الركوع انك تقول ربنا ولك الحمد والسكر. يا اخوانا اللي بيقول ان قل ربنا ولك الحمد او اللهم ربنا ولك الحمد او ولك الحمد او تجيس قل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذا اذا قلت فان اكثر من 30 ملكا يجتمعون ليكتبوا ثواب هذا الكلام.